الأمهات ليه هم البطلات في حياتنا؟ مش بس لأنهم السند في حياة أولادهم، لكن علشان هم البطل الخفي ورا كل بطل وبطولة. ولكل بطلة من الأمهات عملنا برنامجنا ده البطولة أمهات. كرة اليد لعبة جماعية ومن الألعاب الصعبة، بتحتاج مجهود وتركيز، وورا المجهود والتركيز ده لازم يكون في أم بتجهز وبتعد وبتحضر حاجات كتير. النهاردة هيكون معانا بطلة من بطلات برنامجنا البطولة أمهات. ماهي نور، مامة فريدة في فريق الأهلي 2004 كرة اليد. أهلا بيكي. عايزينك تكلمينا عن الصعوبات اللي بتقابليها مع فريدة كل يوم في التدريب، لأن احنا عارفين إن الفريق لازم تبقوا متواجدين كل يوم، فكلمينا عن الصعوبات اللي بتقابليها والمعاناة اللي بتقابليها في يومك. طيب، الصعوبات كتير. يمكن أول حاجة طبعا توفيق الوقت بين الدراسة وبين النادي هنا، لأن مواعيد التدريبات هنا شبه يومية يعني، وطبعا ان هي تقدر توفق ما بين الدراسة وما بين الدروس واليوم اللي بيبقى طويل والماتشات اللي بتبقى كتيرة كل يوم. برضو بيبقى عندنا يعني في الموسم في الشتاء بيبقى فيه تقريبا 3 ماتشات في خلال الأسبوع، ساعات بنضطر ان احنا نغيب من المدرسة عشان خاطر تقدر تحضر الماتش، ساعات بنسافر ورا أولادنا لما بيبقى فيه ماتش دوري أو كده. دي اهم يعني اهم الصعوبات هو الوقت طبعا، التوفيق ما بين الدراسه وما بين ما بين النادي يعني. طيب، عرفينا ايه الاغذيه اللي بتحضريها لها وايه الحاجات الصحيه اللي بتجهزيها لها علشان تكون بطله قويه في الملعب؟ اهم حاجه عشان خاطر يبقى فيه بطل النوم الكويس، ما يقلش مثلا عن 8-9 ساعات. الغذاء بقى الكويس طبعا لازم بيبقى فاكهه خضار، البعد تماما عن الجانك فود، شرب الميه الكتير، ابقى انا السكرتيره بتاعتها يعني. عارفه لما انت تبقي بتظبطي لبنتك كل حاجه بتساعديها انها تبقى تظبط وقتها بس كده. عرفينا رياضه اضافت ايه لفريده؟ الصبر، قوة التحمل، احتمال الآخرين، المشاركة، كيفية التعامل مع كل يعني نوعيات البشر، الحلوة الوحشة، يعني اللي طبيعته غيرها. الهاندبول في النادي الاهلي كله، النادي الاهلي رقم واحد في مصر في الهاندبول، دي معروفه بالمدارس بتاعته، بالفرق بتاعته، بالبطولات بتاعته. فانا سعيد جدا ان انا مشارك في الجهاز السنه دي، طبعا شرف ليا ان انا موجود السنه دي ان شاء الله في الجهاز، ومع تحت قياده الدكتوره هاله مديره القطاع، وطبعا رئيس الجهاز كله كابتن عمر، وانا بشكرهم على الثقه دي وربنا يوفقنا ان شاء الله السنه دي. لا، هم اهم دور، وانا يعني شويه كده مدرب شويه شديد شويه في موضوع المواعيد والالتزام والحضور، فهم اللي هيتعبوا اكتر يعني، مش الولاد او البنات. البنات كده كده هيجوا، كده كده عايزين يجوا النادي وعايزين تمرين، وبعد التمرين احنا في اجازه طبعا صيف، فبيخلصوا التمرين وبيقعدوا. مشكله في الامهات ان هم يعني هم اللي بيجيبوهم بقى بعد كده، هم اولياء الامور بصفه عامه سواء الرجال او السيدات، فهم اكيد بيتعبوا لان انا مواعيد بتاعتي التزام، فلازم ينزلوا بدري ولازم يكونوا مخلصين كل حاجه، فلازم نجيبوا البنات بدري عشان نبدا التمرين من اول. ما بحبش لعيب يخش لي متاخر، فاللعيب لازم يلتزم بيجي قبل التمرين كمان بربع ساعه او حاجه او تلت ساعه، عشان لو في حاجه عايز يربط حاجه، في حاجه بيجهزها او الكلام ده كله، فلازم يبقى جاهز. فهم اكيد بيتعبوا معانا ان هم يجيبوهم، بعدين بنخلص برده متاخر زي ما انت شايفه، فده برده لود عليهم ان هم برده بيروحوا متاخرين، غير المسؤوليات بقى بتاعت البيت يعني. فربنا يكون في عونهم وانا اللي تعبهم معايا، بس هيفضلوا يتعبوا معانا لحد اخر الموسم كده. انا
اسمي فريد اشرف، بلعب هاندبول في النادي الاهلي رقم 14 ومركزي فيرويد. انا احب اقول ان مامتي تعبت معايا كتير، وهي اللي كانت بتدعمني وبتحفزني ان انا العب ابقى كويسه والعب كويس في الماتشات، وهي اللي دايما كانت تجيبني التمرين، وكانت دايما مهما يأست او حتى اتضايقت من ان انا لعبت وحش دايما بتقعد تقول لي ان انا ابقى احسن وان انا هبقى احسن. التعب اللي بتتعبيه بتلاقي صدام معاها وبتحسي ان هو فارق معاها، ولا مش بتحسيه قوي عشان هي لسه صغيره؟ لا يعني الرياضه فرقت في شخصيتها، هي دلوقتي 15 سنه، لا الرياضه عملت فرق كبير 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 في الشخصيه، وبتثقلها يوم عن يوم عن انها اتغيرت. يعني انا كنت مدخلاها مينلي الرياضه عشان خاطر تعرف تتعامل مع اللي حواليها وتبقى بني ادمه اجتماعيه، شخص محب، يعرف يتعامل مع جميع الفئات الموجودة في حياتنا يعني. وطبعا هي يوم عن يوم عن يوم بيفرق معاها وبيفرق في شخصيتها مع اللي حواليها. طبعا انتوا كل يوم هنا بتقضوا 3/4 وقتكم ويومكم مع بعض كأمهات، العلاقة بينكم شكلها ايه ونتيجتها وبتوصل لايه معاكم في الاخر؟ طبعا هكون صريحة معاكي، احنا بتقابلنا مشاكل كتير، زي يعني انتي في شخصيات بتبقى مغايرة ليكي، لكن في بعض الأحيان بنتفق وبنعرف نحل المشاكل، وفي بعض الأحيان بنصطدم ومش بنعرف نحلها، بس في الآخر احنا برضو عشرة طويلة، فبنحاول نبقى أسرة واحدة، بنحاول ان احنا نبقى أسرة واحدة. صراحة احنا هنا في التمارين بنيجي الصبح، نيجي بعد الظهر، عندنا كل يوم كل يوم مع الشغل بقى والدراسة بيبقى صعب قوي، يعني حتى ان احنا نستمر ونواظب دي بتبقى مأساة. فالحمد لله يعني اليوم بتاعنا بيبقى صعب شوية، تقريبا بصحى مع الفجر ومعنا بقى للساعة 12 بالليل. بالصبح بننزل لو في تمرين الصبح بنيجي، وبعدين بنرجع نروح الشغل، وبعدين نوصل الحضانة ونجيب من الحضانة ونرجع النادي، وبعدين البيت وطلبات البيت وبابا. معنا بقى للساعة 12 بتيجي على حسب هما، معظم المواعيد النادي بيبقى طبعا عارف ان الولاد عندهم دراسة اصلا، وفي نفس الوقت بقى لما بيبقى في امتحانات شوية ولا حاجة بنغيب، بنحاول شوية ننتظم شوية نغيب ما بين هنا وما بين هنا. يعني اكتر حاجة بتبقى صعبة بالنسبة لنا قوي المواعيد، انها كتير قوي بتبقى المواعيد دي بتيجي يعني متعارضه مع مواعيد شغلنا، مع مواعيد درس في الدراسه، مع امتحانات، دي اكتر حاجه بتبقى صعبه. انما بخلاف كده لو المواعيد مناسبه بتبقى الانتظام سهل جدا، الدنيا بتبقى كويسه. وخصوصا ان انا عندي مروان حابب يعني حابب انه يكون سباح، انه ينزل يعوم، هو حاببها من هو صغير، هو كان حابب المايه من هو صغير قوي، فحبيت بقى انه يكمل في المكان اللي هو حبه. دخل جرب سنه اتنين لقى نفسه ماشي كويس والدنيا تمام، كافحنا بقى لحد ما وصلنا. يعني طبعا زي ما قلت لك في الدراسه بتساعده كتير في انها تديله نشاط، ساعات المنافسه بين السباحه لعبه فرديه بينه وبين زمايله، بتخليه يبقى عنده عزيمه اكتر، يفكر اكتر في انه يتحسن، انه يجتهد اكتر، بتطور معاه في حاجات زي كده، بتنمي شخصيته. بصي هو الموضوع كبير قوي، عشان انا عندي ولد هنا في البراعم 2009، وعندي بنت كمان في الناشئات تحت 13 سنه في السله، فالموضوع بيبقى صعب جدا بالنسبه لي، لان مواعيد التمرين ده غير مواعيد التمرين ده، وانا بحاول اوفق ما بين الميعاد ده والميعاد ده، وفي نفس الوقت بدي بارت تايم للاكتيفيتي اللي هم بيحبوها وعايزين يعملوها. يعني لو في رسم، لو في باليه، لو في اي حاجه تانية، دي كمان بعمل لها تيبل تاني، جدول تاني، عشان اقدر اظبط الميعاد ده كله. في الغالب بتخرج بعد المدرسه على طول، باخدهم من المدرسه هما الاثنين بلبس المدرسه، ببقى جايبه شنط تغيير اللبس بتاعه التمرين، وبطلع على النادي على طول، ما بروحش البيت. بيجوا هنا يغيروا وياكلوا، بقى مجهزه الاكل ومجهزه اللبس بتاعهم وكل حاجه، واخدهم من الباص بتاعهم وباجي على النادي على طول عشان الحق الميعاد بتاع التمرين. شايفه تحسن كبير في الدراسه، فرق معاهم جدا،
الولاد مستوى يعني التحصيل الدراسي كويس معاهم، ده غير كده ان هم ثابتين في لعب كويسه وبيلعبوا في نادي الاهلي. يعني دي بالنسبه لي، عندي براعم وعندي ناشئات تحت 13 سنه في السله، فدي حاجه انا همسك فيها على طول بايدي واسناني مش هسيبها. يعني الطالب المجتهد هو اللي بيقدر ينظم وقته، بينظم دراسته، بينظم. انا بتاخد كورسز دلوقتي بعيد عن المدرسه، في كورس ارت، في كورس برمجه هي شغاله عليهم دلوقتي، وفي نفس الوقت بنيجي التمارين بتاعتنا عادي. حسيت ان هي دلوقتي في سن ال 12 سنه و 13 سنه ابتدى يبقى فيها اعتماديه على نفسها اكتر، والصغير كمان نفس الحاجه، اللي هو عنده 10 سنين ابتدى يشيل حاجته وشنطته لوحده، بيطلع بياخد حمامه لوحده، بينزل تمرينه بيخلص. فاهم حاجه فيهم انه اعتمدوا على نفسهم وعارفين مصلحتهم ما بين الدراسه، بقى لازم نذاكر وفي نفس الوقت لازم ابقى شاطر عشان الكوتش بتاعي يبقى شايفني واعمل سكور كويس. بصي انا في البيت بصراحه بسيبهم براحتهم قوي، لان انا بحس ان انا تمرين مش عايزه ابقى ضغطه في كل حاجه، ففي البيت بسيبهم براحتهم مع بعض الاكسبشنز اللي بديها لهم بسيطه قوي، وفي نفس الوقت بخليهم هم اللي يبقوا عايزين يجوا التمرين، مش انا اللي اقول لهم لازم تروحوا غصب عنكم. اصعب حاجه انتظاري، ان انا بنتظر كتير، فده بيخليني دلوقتي متجهه لاني ادور على الجيم مثلا، ادور على اي حاجه في النادي اعملها تاني في الوقت اللي هم بيبقوا في التمرين فيه. المعاناه الاساسيه ان السباحه هي اللي بتسيستمنا، مش احنا اللي بنسيستم السباحه. يعني تبصي تلاقي ان احنا يا حبذا لو السكن جنب النادي، يا حبذا لو المدرسه جنب النادي. طبعا في الدراسه حدثي ولا حرج، شنطه السباحه، شنطه الاكل، شنطه المدرسه، نقعد نعمل الواجب بعد التمرين عشان ما عندناش وقت. بس انا في حد ذاتي هي معاناه ممتعه، يعني انا بلاقي متعتي وانا قاعده بتفرج على الولاد في السباحه، دي بالنسبه لي دي متعه حياتي. انا مقضيه تقريبا المعاناه دي تاريخها معايا 22 سنه، يعني انا بقالي في المعاناه دي 22 سنه. ابتديتها مع ابني الكبير مواليد 95 كان في السباحه، بعديها ابني مواليد 97 ده لحد دلوقتي لسه عايم، بنتي مواليد 2001 ومكملاها مع ابني 2009. بالنسبه لي انا مش عارفه، يعني انا مش بعتبرها معاناه. هي مش هقول لك طبعا ان مفيش معاناه، هي في معاناه، بس انا بالنسبه لي هي معاناه لذيذه. هو طبيعي جدا ان هم في السن الصغير احنا اول حاجه بنعلمها لاولادنا حتى اي لعبه تانية، يعني الاولاد لو هيختاروا اي لعبه تانية تلاقيهم لازم بيبتدوا الاول سباحه حتى لو هم مش هيكملوا فيها، على اعتبار ان الولاد لذيذ انهم يبقوا بيعرفوا يعوموا، سافروا مصيف، ما يبقاش في خطوره لو ماشيين جنب حمام السباحه ووقعوا. وانس حطيتي رجلك فيها لقيتي المدرب بيقولك ان ابنك دوت يجي منه، بتبقى ادمان بصراحه، ادمان في كل حاجه. يعني انت يعني البطولات متعه، التمارين في حد ذاتها متعه، وفي نفس الوقت هي معاناه. يعني احنا هنا كبلد للاسف احنا الرياضه فيها صعبه، يعني مش عشان هي الرياضه صعبه، لا، عشان سيستم الحياه كله في البلد مش مهيئ انه ممكن يطلع رياضي. يعني احنا مثلا المدرسه، المواعيد بتاعه المدرسه هي متعارضه كليا مع مواعيد البطولات، البطولات كلها جايه في التسع شهور بتوع الدراسه. لما بروح اقول في المدرسه احنا متاخرين عشان عندنا بطوله، تبص تلاقيهم بيبصوا لنا بصت، يعني طب انتوا بتعلموا ليه؟ يعني انتوا ملوش لازمه، طيب انتوا ممكن مثلا يعني خليكوا بقى في الرياضه، انتوا بتوع رياضه. هنا النادي الى حد كبير قوي بالامانه بيظبط لنا الدنيا، بيعمل اللي عليه، يعني جوابات، بيطلع لنا جوابات عشان لو في تاخير في المدرسه، جوابات طبعا في البطوله، بيعوض لنا الى حد كبير تمارين لو فاتتنا مثلا، ان ميبي ممكن تلاقي فيه بالانس. طبعا حته تمارين الفجر ديت يعني بيبقى فيه متسع ان احنا بعد الظهر ان احنا نقعد نذاكر، لو هناخد دروس نعمل واجبات. هي اصعب وقت طبعا احنا بنمر فيه هو وقت الدراسه، يعني احنا دلوقتي في الصيف تبصي تلاقي الى حد ما في مرونه، يعني في متسع من الوقت، عندك وقت ان انت تروحي وتيجي وما تبقيش متقيده بزحمه جايه على ميعاد التمرين، طب ايه اللي فايتك شايله شنط عشان خاطر دراسه كده، لا مفيش الكلام ده. لكن طبعا انا وانس دخلت الدراسه ده بيبقى بالنسبه لي ازمه، يعني انا بقعد اعد الايام انا فاضل لي قد ايه على المدرسه، مش عشان مشكله المدرسه نفسها لا، بس عشان انا هعمل ايه في المدرسه مع التمارين. يعني هي دي تعتبر اكبر مشكله، اكبر مشكله بتصادفنا. استعداداتي ايه كأم؟ اولا طبعا احنا عشان تطلعي بطل او انك تصنعي بطل ده بيبقى على حساب حاجات تانية كتير.
خروجات مش زي الناس العادية، سفر انت متأيدة بان سفرك، انك لو سافرتي مثلا سي اسبوع على بعضه لا ده هيبقى فيه مشكلة، انك ممكن تضيعي شغل سيزون كامل في التمارين بسبب موضوع سفرك ده، فتلاقي على طول السفر ده مؤجل لبعض البطولات. طب احنا مثلا بقولك هي يعني السباحة اللي بتسستمنا، هي اللي بتسستم حياتنا، لكن احنا مش زي الناس الطبيعية كده يعني مثلا العيد طب احنا نسافر نروح نيجي، لا احنا متأيدين بوقت معين، احنا ما نقدرش نزود في الاجازة عن الوقت ده لان ممكن يبوظ لي كم التمارين اللي انا اخدته، فتلاقيني انا سي داخله على بطولة خلاص انا منعت الكلام ده، ما ينفعش اغيب من تمارين، ما ينفعش اسافر، ما ينفعش الولد يسهر، لازم ينام في وقت محدد ويصحى في وقت محدد، يا حبذا ان تمرينه يبقى في نفس وقت البطوله هو هينزل فيه البطوله عشان الساعه البيولوجيه بتاعته تبقى مظبطه. الاكل طبعا الاكل بيبقى فيه نظام معين، اكل لازم انا بستعد له قبل البطولات، اكل معين لازم بمنعه، الاسماك بتتمنع، السكريات الزياده بتتمنع، حاجات معينه لازم بجهز لها. طبعا ابقى محصراه كده يعني عشان ما يعياش، لانه لو عيا هضطر ادي دواء، الدواء ممكن ياثر على التمارين اللي كان متمرنها او الاحمال اللي هو شايلها. ف الرياضه طبعا ضافت حاجات كتير، هي نظمت له وقته، يعني احنا تعودنا ان احنا نعمل كل حاجه بسرعه، الواجب نعمله بسرعه، ناكل بسرعه، نصحى في ميعاد وننام في ميعاد، ميعاد التمرين ده الزام خلاص، هو اتعلم ان هو مثلا ميعاد التمرين ده واتظبط له، بعد كده احترم ميعاد التمرين، هتلاقيه احترم ميعاد المدرس، هتلاقيه حتى لو اشتغل بعد كده احترم ميعاد الشغل، اديته تحمل، علمته جلد، يعني خلت فيه عنده جلد، عشان هي رياضه صعبه وقاسيه وتمارينها شاقه، فبتلاقي اي حاجه بعد كده بالنسبه له تهون، يعني اي حاجه هينه بعد كده. المعاناه بتبقى يعني شويه بتبقى في تنظيم الوقت، يعني ننظم وقتهم، يعني ما بين اذا كان في الدراسه طبعا ما بين الدراسه والمدرسه والمذاكره والتمارين والحاجات دي، لو في الاجازه شويه بتبقى يعني اسهل من المدارس وكده، بتبقى اسهل يعني في تنظيم الوقت ما بين التمارين والبيت وكده، يعني بتبقى اسهل شويه عن المدارس، بس بنحاول يعني بنحاول ان احنا شويه يعني المدرسه المذاكره بعد كده نروح التمرين بعد كده بقى النوم وكده، بس هي طبعا بتبقى معاناه شويه مع المدارس عشان طبعا مواعيد المدارس بتبقى الوقت متاخر شويه، بيرجعوا متاخر عن الاول مع النظام الجديد، و يعني المذاكره الهوم ورك بتاعهم وكده، وبعدين بقى التمارين، فهي بتبقى معاناه شويه بس يعني الى حد ما بتتظبط. يعني هو يعني رياضه السباحه بحس انها شويه بتبقى يعني عشان الجسم كله بيتظبط الجسم كويس، ويعني رياضه كويسه بالنسبه برضو للاعمار، بتاخد اعمار اصغر يعني مثلا 3 سنين 4 سنين، زي ما بيقولوا طبعا دايما العقل السليم في الجسم السليم، طبعا لازم يعني الرياضه، وبعدين بتطلع الطاقه كلها بتاعت الطفل مثلا في الرياضه عشان يقدر ان هو برضو في المدرسه يبقى مركز وكده، فلازم يطلع الطاقه في الرياضه عشان دي تكمل. دي لسه هما في الاول يعني ما جربتش، بس هي طبعا اكيد بتبقى بتاخد بقى يعني حيز اكبر بقى من الاهتمام مع الدراسه وكده، طبعا لازم هي طبعا بتخلي الشخصيه قويه شويه، يعني اللي هي بتخليه ان هو لما يتعرض لاي حاجه بيقدر ان هو يتصرف، يعني طبعا بيبقى جسمه كويس، والرياضه يعني بتدي للطفل جسم كويس لحد ما في كل الاعمار. يعني هو التمرين كان بالنسبه للمعاناه، فانت وقتك كله انت بره البيت وبره الدنيا كلها، وانت تركيزك كله في النادي، تمارين يوميا الصبح بدري يا اما بالليل يا اما الفجر، لازم تلتزم يوميا، لو فاتك تمرين خلاص انت كده بيحصل لك دروب. السباح للاسف في السباحه عامه غير اي رياضه تانية ممكن ترجعي لها بسهوله، لو ريحتي يومين الدنيا بتقف معاكي فعلا وبتبداي ترجعي او من اول من جديد، خاصه ايام الدراسه والامتحانات. لو خدنا اسبوع مثلا عشان الامتحانات اللي هي بصفه دوريه ديت يوميا دي، خلاص الدنيا وقفت وبنرجع تاني عشان نعيد الريتم بتاعنا. فالسباحه انا بشوفها ان هي من اصعب الرياضات، و يعني سواء بقى يعني هلكانه بقى صحيا وماديا ومعنويا وكله. يعني والله هو في الدراسه طبعا بيدونا مواعيد يعني تناسب المدارس وكده، يا اما بقى الفجر والولاد يروحوا يناموا في المدرسه عادي مش مشكله، يا اما بعد الدراسه
انا بطلع اخدهم وارجع على النادي على طول. يعني انا بطلع من بيتي اروح اخدهم من المدرسه وارجع النادي عشان يا دوبك الحق التمرين بتاعهم. ان انا التزم بمواعيده وان انا التزم في اصلا مواعيدهم برده بتبقى صعبه بالنسبه لي انا وبالنسبه لمعظم اولياء الامور. لو الفجر لو بتاع عندي لازم تيجي متاخريش، لو اتاخرتي 5 دقايق فانت مش هينفع تدخلي، يا اما لازم بقى نعتذر للكابتن. بتبقى اكل معين ننزل بقى لازم نستعد نجيب مايوهات عشان بيبقى في معانا ستبن ونجهز الشنطه، لان طبعا احنا بنسيبهم لوحدهم في البطوله وبنبقى لوحدنا فوق وممنوع ان احنا نبقى موجودين معاهم. بس والسناكس بقى والعصاير والحاجات دي لازم تبقى معاهم، يعني غير الاكل اللي هم بياكلوه في البيت. طبعا هما الاثنين نفس المنحنى، لو ده ميل ده هيقع معاه. والله انا شايفه ان هي الحمد لله يعني الفتره الاخرانيه دي ان هي بقت واثقه من نفسها عن الاول بكتير، ما بقتش تخاف بقت جريئه. الاول كانت داخله شخصيه تانية والسباحه والبطولات عملت معاها فرقت معاها جامد. فلا طبعا لا غيرت من ناحيه غيرت. والله بقعد احمسها واشجعها واقول لها احنا وصلنا لمرحله معينه ما ينفعش، وده بيحصل طبعا وارد ان هي لازم تيجي تقول لي كده، بيحصل كتير كمان. بس بقعد اقول لها احنا وصلنا لمرحله معينه، بلاش تضيعي كل اللي انت تعبتيه وتعبنا فيه مع بعض، لازم تكملي عشان مستقبلك مش عشاني انا، عشان نفسك بعد كده. انا بشوف ان الرياضه اهم من التعليم بصراحه من وجهه نظري في الدنيا عامه. يعني احنا بلدنا بتهتم بالتعليم اكتر، بس انا بشوف ان الرياضه مهمه جدا وان هي اللي هتكمل التعليم. هو طبعا في الطبيعي ان انا بشتغل وعندي 3 اولاد، ففكره ان يبقى في تمارين في مدرسه في حياه وفي شغل ده كتير شويه. الموضوع بس بيحتاج تنظيم وقت مش اكتر، يعني على قد ما بقدر بحاول انظم وقتي، بحاول اني اعمل يعني حاجات توب بريوريتي زي تمارينهم مثلا، دي حاجه اساسيه لان هم في الاول هم فيرست بريوريتي في حياتي. فبهتم قوي بمواعيد تمارينهم، بهتم قوي باكلهم. وطبعا في المدارس بيبقى السيستم مختلف، بس اكشلي النادي كمان بيساعدنا في ان هو بيبقى حاطط مواعيد مناسبه ايام المدارس. يعني كل ما بنبقى مشغولين وعندنا حاجات اكتر نعملها، كل ما بطبيعتنا بنقدر ننظم وقتنا اكتر. يعني حتى لاحظتها في ايام المدرسه مثلا، لو انا خدت يوم اجازه بتلاقيني بعمل حاجات اقل من لو انا عندي يوم شغل ودراسه وتمارين، بتلاقيني لا بننجز اكتر. المذاكره بنذاكر في العربيه واحنا ماشيين، نوصل ندخل التمرين نخلص تمرين نرجع نكمل مذاكره، نروح ننام نتغدى قبل التمرين. يعني الدنيا بتبقى ستلد ومنظمه، بس كل حاجه بتبقى بمواعيد، والمواعيد بتبقى ريستريكتد قوي، الحركه فيها شويه صعبه. يعني فما بقى يعني في المدرسه بتبقى الدنيا ريستريكتد، بس بيبقى في تنظيم وقت قوي. وزمور ان انت بتنظمي، زمور ان ده بيرفلكت احسن على كل حاجه، على البيت وعلى الشغل وعلى كل حاجه. المنافسه هم بيخافوا شويه من المنافسه لان هم لسه سنهم صغير، ففكره مين اشطر مني وانا اشطر من مين. انا مامي خايفه مثلا انا هنزل جنب حد النهارده من الكومبيتيتورز ليا، فانا قلقانه فاعمل ايه عشان ما بقاش قلقانه. فبقعد بقى اطمنها واقول لها ان انت ار بيرفكت، وان انت كل ما بتبذلي مجهود اكتر في التمرين ربنا بيديكي حاجات احسن، وكل ما بتريليز من مخك فكره ان في حد احسن مني، كل ما انت بتقدري تدي لنفسك مساحتك فبتبقي احسن. فلما تنزلي فوكس على الهدف اللي انت عايزه توصلي له، مش على حد جنبك انت خايفه منه، فوكس على نفسك وعلى انت عايزه توصلي له كسباحه وك يعني واحده شاطره وفاهمه هي بتعمل ايه. اكشلي مثلا لمسافه البطوله، لان احنا جربنا كذا بطوله مش واحده، الاول كانت المسافه بتبقى حاجه كبيره وبالتالي ما بنعرفش نروح ونرجع، فكنا بنقضي طول اليوم في النادي، فبيبقى البنت لما بتيجي نازله لو نازله سبق الصبح وسبق بالليل بتبقى اكزهوستد قوي في سبق بالليل، فما كانتش بتعمل نتائج كويسه قوي. فبدات التلافه ده بقى في البطولات اللي بعديها، بنحجز مثلا في اوتيل او حاجه قريب من مكان البطوله، فبقى عندي بريك كويس ان هي تنام وتاكل كويس. بيبقى في حاجه اكل معين قبل البطوله بنلتزم بيه، اكل معين بنمنعه، بيبقى كل الدنيا مهيئه للبطوله، اكل ونوم وحتى صلاه وقران كله يعني اوفرول، لان هي سيستم البطوله بيبقى مختلف، البيت كله بيبقى عايش جو البطوله. بجد ايام الدراسه مع التمارين مريم بتبقى مركزه جدا جدا في مذاكرتها، لان هي بيبقى عندها ليميتيشن في الوقت، فده بيخليها الوقت اللي بتذاكره بتبقى عايزه تديله كل مخها، فبتبقى مجمعه دماغها كويس قوي. مريم من المتفوقين في المدرسه الحمد لله، ومن المتفوقين رياضيا الحمد لله.
هي بتفوكس. حتى دايما التيتشرز عندي بيقولوا لي مريم لما بتبقى مشغوله قوي بالتمارين بتبقى شاطره قوي معانا ما تقلقيش. يعني انا كنت دايما بخاف واقول مثلا للمدرسين ايه اكسكيوزد بس عشان مريم شويه عندها بطوله او عندها قياسات او حاجات فمعلش يعني كونسيدر النقطه دي. فبيقولوا لي على فكره زامور شيز فوكسد في التمارين زامور شيز فوكسد ويز اس. فلقيت ان هي فعلا بتجت يوز من الوقت كويس قوي. دي حاجه انا مبسوطه منها فيها. اكتر حاجه يعني شايفاها ان هي بقت واثقه في نفسها وفي قدراتها بقت بتركز اكتر بتعتمد على نفسها اكتر. اهم النصايح رقم واحد هي فنيله النادي الاهلي. الفنيله دي تقيله قوي. تقيله قوي بمعنى ايه؟ تقيله قوي بمعنى ان انا ما بفكرش غير في حاجه واحده بس، بفكر في المركز الاول. شارك في كل البطولات يبقى انا ما بفكرش غير في اول، وده في حد ذاته حمل. اللي قادر يشيل الحمل ده تمام هو اللي بيبقى عنده جلد، بيبقى عنده قوه تحمل ان هو يقدر يلعب من اول ثانيه في اي مباراه لحد اخر ثانيه، وبالتالي من اول ثانيه في البطوله لحد صفاره النهايه بتاعه البطوله لحد ما ربنا يكرمنا ان شاء الله وناخد البطوله. فنصايح اليوم ان هم يلتزموا رقم واحد يحبوا بعض، رقم اثنين بعد الالتزام ان هم يحبوا بعض، التعليمات طبعا اللي بنقولها، التركيز طول الوقت، لازم ابقى حاسس بالمسؤوليه طول الوقت، جديه جوه الملعب، جديه بره الملعب. فهو ده اللي لازم انصحهم بيه. استحملوني لحد اخر الموسم، دي رقم واحد. وانا ان شاء الله بامر الله اشكرهم اخر الموسم لما نحصد الثلاث بطولات. كلمينا عن العبء المادي اللي بيشكله انك تكوني عندك بطله في البيت. العبء المادي ده بتقدري تعديه ازاي وتتخطيه ازاي؟ العبء المادي طبعا بيبقى في صدقي ما فيش عبء مادي، يعني ما فيش عبء مادي قوي قوي يعني، غير ان احنا بنقعد نشتري مثلا طول السيزون طبعا جزمه ماشي بتبقى بمبلغ وقدره يعني، لبس للتمرين استهلاك، لكن كعبء قوي يعني لا مش قوي. كلام جميل قوي الام تقول لنا كده. فكره مش دبلوماسيه مني، انا صريحه فمش بقول لك الكلام ده يعني اللي هو بحاول اخلي ان مفيش مشكله، بس فعلا هي اكتر حاجه بتاخد ممكن فلوس هي الجزم، لان الجزم هي اللي ثمنها يعني زاد دلوقتي. لكن الحقيقه ان النادي برضو بيوفر لنا اللبس بتاع الماتشات اللي البنات بتروح بيه وكده، واحنا طبعا زي ما بقول لك يعني اي انت عشان البنت كل يوم بتلبس لبس غير التاني فانت بتجيبي لها لبس بتاع السيزون كله يعني. احب اشكرها واقول لها شكرا ان هي دايما كانت معايا في كل وقت وعمرها ما تخلت عني. ايه الرساله اللي بتوجهيها لكل ام عشان تكون ام بطله زي الصبر؟ كوني صبوره بس. احنا سعدة بيكي وشرفتينا، وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، وانتظرونا مع بطله جديده من بطلات برنامجنا البطوله امهات.